الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: البنود الخلافية تغيب عن جلسة مجلس الوزراء وإرجاء ملف معالجة النفايات حراريا. الله أكبر. جيش الفتح يحبط هجوما عنيفا لميليشيات الأسد في حلب، وشلال الدم متواصل في إدلب. القوات اليمنية تواصل تقدمها في نهم ومقتل عشرات المتمردين في عملية للقوات السعودية قبالة نجران. وفي النشرة تتابعون: في الاقتصاد، اقتصاد نيويورك يتفوق على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وفي الرياضة، الكويتي الدحاني يمنح العرب الميدالية الذهبية الأولى في الريو 2016. أهلا بكم. نبدأ نشرة من الاعتصام الذي ينفذ في هذه الأثناء في منطقة الكارنتينا رفضا لمشروع ردم البحر بالنفايات في ساحل المتن، وذلك بدعوة من مصلحة الطلاب والشباب في حزب الكتائب في منطقة الكارنتينا حيث موقع المطمر المراد إنشاؤه. وقد تخلل الاعتصام إشكال بين القوى الأمنية والمعتصمين بعدما ضربت هذه القوى طوقا أمام المطمر. إلى ذلك، غابت الملفات الخلافية عن مجلس الوزراء الذي انعقد في جلسة عادية في السرايا الحكومي لغياب الوزراء المعنيين. وفي حين أقر المجلس بنودا وردت على جدول الأعمال، أرجأ البت بموضوع طلب بلدية بيروت معالجة النفايات بالتفكك الحراري. لم تشهد جلسة مجلس الوزراء أي نقاش أو خلاف حول بنود جدول الأعمال 59، والتي لم تقر بالكامل، إذ أن البنود الخلافية المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش وموضوع الاتصالات إضافة إلى الشؤون المالية لم تطرح بسبب غياب الوزراء بطرس حرب وسمير مقبل وعلي حسن خليل وأرتيور نازاريان عن الجلسة. إلا أن البند المتعلق بطلب معالجة النفايات بالتفكك الحراري كان الأبرز على طاولة المجلس، حيث تم تأجيله لعدم كفاية الدراسة حوله. وقد أكد الوزير أكرم شيب إحالة هذا الموضوع على اللجنة الفنية لدراسة مدى تأثير خروج بلدية بيروت من الحل الشامل في المرحلة الثانية لخطة النفايات بعد 4 سنوات. الموافقة على تكليف اللجنة التي تتابع الخطة المرحلية بإجراء بحث إضافي فيما يتعلق بالخطة المستدامة والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات وعرضها على مجلس الوزراء بناء على طلب بلدية بيروت استثناءها من الخطة المستدامة في موضوع معالجة النفايات. وفيما تمت الموافقة على طلب وزارة التربية تكليف متعاقدين بمهام ذات طابع إداري في بعض المدارس الرسمية في القرى النائية لعدم وجود مدرسين في الملاك، طرح الوزير الياس بوصعب في ختام الجلسة ومن خارج جدول الأعمال موضوع زيادة عدد الأساتذة في التعليم الثانوي بعد المباريات التي أجريت، إلا أن الموضوع أرجئ بسبب غياب وزير المالية، إذ أن تكلفة هذا الأمر تبلغ 10 مليارات ليرة لبنانية. من جهته، لم ينجح وزير السياحة ميشيل فرعون بإقناع الوزراء بتأجيل بدء العام الدراسي، لكنه لفت إلى إمكانية توحيد تاريخ بدء العام الدراسي الجديد في السنة المقبلة. أمنياً، قصف الجيش اللبناني بالمدفعيات الثقيلة والمروحيات مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف في جرود عرسال تركز على منطقة الكسرات، متحدثة عن وقوع إصابات في صفوف مسلحي جبهة النصر على خط موازن. أوقفت دورية للجيش 10 سوريين دخلوا إلى الأراضي، وذلك خلال توجههم إلى عرسال بعدما مكثوا في بلدة غزة البقاعية أياما عدة، وقد عثر بحوزة بعضهم على بطاقات صحية تحمل شعار تنظيم داعش من منطقة الرقة. بمناسبة الذكرى 15 لتطويب المطران غناطيوس ماليوان وتدشين قاعة على اسمه في دير سيدة بزمار، زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الدير، حيث التقى بطريرك الأرمن الكاثوليك غريغوار بطرس 20 غبريان. المجتمعون تطرقوا إلى الأوضاع العامة في لبنان وما تشهده المنطقة من أحداث أمنية وإرهابية، وتم التشديد على أهمية التضامن والوحدة على الساحة المسيحية بشكل خاص وعلى الساحة اللبنانية بشكل عام. كما أكد المجتمعون على ضرورة حماية وحدة لبنان وصيغته الفريدة في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات جدية.
التقى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب والعلاقات الثنائية بين البلدين. لا تغيير في الخارطة العسكرية في حلب، فالهجوم الشرس الذي شنته كتائب الأسد والميليشيات التابعة لها على المناطق المحررة في حلب قابله رد صارم من الثوار. في المقابل أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 30 شخصا قتلوا جراء غارات روسية وصفها بالعنيفة على مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا. دمر جيش الفتح جميع الهجمات التي شنتها كتائب الأسد والميليشيات الموالية لها وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وأكدت غرفة عمليات فتح حلب استعادة كل من الكراجات العسكرية مبنى بلدية الرموسة وقتل وجرح عدد كبير منهم، كما استعادت السيطرة على نقاط سوق عخرب. ميليشيات النظام كانت شنت ومنذ ساعات الصباح الأولى مدعومة بالمقاتلات الروسية التي أغارت وبعنف على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة الثوار والمناطق المحررة مؤخرا في حي الراشدين ومشروع 1070 ومدفعية الرموسة ومدرسة الحكمة، لتبدأ بعدها محاولات التقدم البري في محاولة لاقتحام مدفعية الرموسة. وبدأت هجومها باتجاه منطقة الدباغات وحي الرموسة، وتمكنت في بدء الأمر من السيطرة على مبنى البلدية والكراجات العسكرية ونقاط عدة، الأمر الذي لم يدم طويلا ليعود جيش الفتح والثوار ويشن هجوما معاكسا وسريعا. تمكنوا في خلاله من استعادة كامل النقاط وقتلوا وجرحوا العشرات من القوات المهاجمة، حيث سقطت مجموعات عناصر الأسد في كمائن زرعت في المنطقة أوقعت العديد بين قتيل وجريح. وانتقاما لهذه الهزيمة استهدف طيران الأسد حلب بالغازات السامة، ما أسفر عن مقتل مدنيين من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. التصعيد الميداني أتى بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هدنة لمدة 3 ساعات يوميا بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة حلب بحجة إيصال المساعدات إلى المدينة، في حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن هذه الهدنة غير كافية لوصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في حلب. إجرام طائرات النظام وصل أيضا إلى مدن وأرياف إدلب التي استهدفت بعدة غارات جوية مخلفة مجزرة قتل فيها العشرات، في بلدة الدانة بريف إدلب الشمالي التي قصفت بالصواريخ الفراغية. في المواقف أكد ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أن هناك أدلة كثيرة على أن هجوما بالغاز وقع في حلب، وإذا تأكد ذلك فستكون جريمة حرب، وقال إن الحل العسكري لن يحل الأزمة في حلب أو سوريا، موضحا أن المدنيين من جهتي النزاع في حلب يتعرضون للخطر من جراء الحصار والمعارك العسكرية. وقال دمستورا خلال مؤتمر صحفي أنه يسعى إلى الاتفاق مع روسيا على هدنة إنسانية في سوريا لمدة 48 ساعة تسمح بوصول المساعدات الإنسانية. وأوضح أن المهلة الروسية لمدة 3 ساعات يوميا غير كافية لإيصال المساعدات إلى حلب، مؤكدا أن النظام السوري وحزب الله يحاصرون بلدة مضايا. رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بأي وقف للقتال في سوريا من شأنه تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك تعليقا على الهدنة التي اقترحتها روسيا في مدينة حلب شمالي البلاد لمدة 3 ساعات يوميا، والتي رأت فيها الأمم المتحدة مدة غير كافية لإيصال المعونات للمحاصرين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو أن موقف بلادها لم يتغير، إذ تشدد على ضرورة تقيد جميع الأطراف بالفتح الفوري والدائم للممرات الإنسانية وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة. تقدمت روسيا فجر اليوم بمشروع بيان مضاد للبيان الذي تقدمت به بريطانيا بخصوص السوريين المحاصرين في حلب، ووزعت البعثة الروسية على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع بيان يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية شاملة لمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من عبور الحدود ووقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى سوريا. كما يطالب مشروع البيان بالإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى حلب مع ضرورة التنسيق مع النظام السوري من أجل إيصالها.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا دعت روسيا إلى عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. هذا وأعلن مولود جاويش أوغلو أن تركيا ستشارك من الآن فصاعدا في العمليات ضد داعش. أوغلو شدد على أنه من غير الممكن أن يكون هناك انتقال سياسي في سوريا مع وجود رئيس النظام السوري بشار الأسد. بعد الفاصل في النشر، أردوغان على واشنطن الاختيار بين تركيا وجولان. نواصل تقديم النشرة. في اليمن تواصل القوات الشرعية تقدمها في محافظة نهم ومقتل أكثر من 40 عنصرا من الميليشيات المتمردة في عملية للقوات السعودية قبالة نجران. في ظل تقدم عناصر المقاومة اليمنية نحو مناطق في شرق مدينة تعز، تعيش ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع ارتباكا في صفوفهما، حيث بدأت الميليشيات هجوما مكثفا بمختلف الأسلحة على حي ثعبات شرق مدينة تعز جنوب غرب اليمن. مصادر يمنية أوضحت أن الميليشيات تقصف أيضا منطقة عقبة والأحياء السكنية المجاورة بالمدفعية والدبابات من أماكن مختلفة، إلى جانب انتشار القناصة في المواقع القريبة من الحي. وفي محافظة البيضاء دارت مواجهات عنيفة بمديرية الزاهر بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، وبعد تكبدها خسائر فادحة على يد قوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، انسحبت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من مناطق جديدة ومواقع مهمة في مديرية نهم شرق صنعاء، في وقت تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على منطقة النعيمات الاستراتيجية في المديرية. مصادر يمنية قالت إن قوات الجيش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في بعض المنازل التي فرت منها الميليشيات في قرية النعيمات ومحيطها، كما سيطرت المقاومة على عقبة المدفون والجبال المحيطة بها وقرية المدفون، ما أدى إلى سقوط أكثر من 22 قتيلا من الميليشيات وعشرات الجرحى وإحراق 3 أطقم، بينما قتل 3 من عناصر الجيش والمقاومة وجرح 8 آخرون. وعلى الحدود مع السعودية شهدت محافظة صامتة بمنطقة جازان سقوط مقذوفات عسكرية قادمة من الأراضي اليمنية أسفرت عن استشهاد مواطنة وإصابة 7 آخرين. قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن على الولايات المتحدة أن تختار بين تركيا والاستمرار في إيواء المعارض التركي فتح الله جولان الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي. وأضاف أردوغان أن بلاده أرسلت إلى الولايات المتحدة 85 صندوقا مليئة بالأدلة التي تدين جولان وجماعته، وقال إن الولايات المتحدة لن تبقى تحمي مناصر الانقلاب هذا الذي تأويه منذ نحو 17 عاما رغم كونه منافقا وظالما. أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية وملاحقة المتورطين فيها واستعادة ملايين الدولارات التي هربت خارج البلاد على مدار الأعوام الماضية. وأثارت قضية الفساد منذ فترة طويلة غضبا شعبيا كبيرا وتظاهرات شعبية، وتعهد العبادي بمكافحته، وأخيرا تم تقاذف التهم وسربت محاضر جلسات بحق وزير الدفاع العراقي، كما أحيل رئيس مجلس النواب لسماع أقواله أمام لجنة للنزاهة، إلا أن القضاء أقر لاحقا بعدم تورطه بملفات فساد. قتل 16 وأصيب أكثر من 70 آخرين من قوات البنيان المرصوص في اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي في سرت، وذلك في وقت سيطرت فيه قوات حكومة الوفاق الوطني على أهم مواقع تنظيم في المدينة وأبرزها مجمع قاعات وجادوغو. وتمكنت قوات البنيان المرصوص من السيطرة على مجمع قاعات وجادوغو وهو أهم معاقل التنظيم بسرت. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للقوات الليبية رضا عيسى أنها سيطرت بشكل كامل على المجمع وتقدمت مسافة بعده. اتهم المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب رئيس البلاد الحالي باراك أوباما بتأسيس تنظيم داعش الإرهابي، وأضاف ترامب في لقاء بفلوريدا أوباما هو مؤسس تنظيم داعش وبإمكان القول إن هيلاري كلينتون شريكة له في ذلك.
وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فإن المرشح الجمهوري المثير للجدل قال إن داعش يريد أو يرد الجميل لأوباما بعدما أسسه. قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الحرائق التي أججتها الرياح لم تعد تهدد مدينة مرسيليا، لكن إجلاء مئات الأشخاص لا يزال مستمرا، إلا أنها أشارت إلى أن الحرائق لا تزال خارج السيطرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والرياح القوية أتت على نحو 2000 هكتار بحسب الداخلية الفرنسية. وقالت السلطات إن الخطر لا يزال قائما بالنسبة لبعض البلدات الفرنسية القريبة، وأشارت إلى أن الطرق السريعة في المنطقة أغلقت. بعد الفصل تتابعون. احتجاج في القرعون على تلوث المياه. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها: البنود الخلافية تغيب عن جلسة مجلس الوزراء وإرجاء ملف معالجة النفايات حراريا، جيش الفتح يحبط هجوما عنيفا لميليشيات الأسد في حلب، وشلل الدم متواصل في إدلب. القوات اليمنية تواصل تقدمها في نهم، ومقتل عشرات المتمردين في عملية للقوات السعودية قبالة نجران. ادعى المواطن محمد يوسف سليمان لدى مخفر بيت شامة أن أشخاصا من آل الحش حسن أقدموا ليل أمس على خطف ولده ريان بسبب ديون مترتبة عليه لصالحهم. وأوضح سليمان أن الخاطفين اتصلوا به صباحا وأعلموه أن ولده لديهم ويريدون أموالهم مقابل إطلاق سراحه. في مجلس النواب اجتمعت اللجنة الخاصة بمتابعة مصادر مياه الشمال برئاسة النائب معين المرعبي، حيث تابعت الخطوات المعمول بها حاليا من قبل وزارة الطاقة والمياه ومصلحة مياه الشمال ومجلس الإنماء والأعمار. طلبت اللجنة وأخذ التوصية بدراسة سوف تجري لاحقا حتى نشوف كيف فينا نفعل عمل مؤسسة مياه الشمال. هالمؤسسة اللي حقيقة غايبة عن السمع كليا، وفينا نقول أنه خلال 6 أشهر من المتابعة بها اللجنة الحسيسة لم يتم إجراء أي شيء فعلي على الأرض من قبلها. هذا الموضوع قد يصل إلى حدود طلب تغيير الإدارة فيها، ويصل إلى يمكن يعني نطاق عملها نحدده أكثر وأكثر، يعني نعمل شيء خاص لعكار من أجل متابعة أمور عكار، لأنه حقيقة فينا نقول بكل معنى الكلمة عكار منكوبة بشكل عام، ولكن بموضوع المياه عكار منكوبة، حيث أنه نحن ما عندنا أكثر من 5000 وحدة سكنية تصل للماء من أصل 120,000 وحدة سكنية. في البقاع الغربي رفع أهالي القرعون الصوت عاليا مطالبين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوقف ضخ مياه بحيرة القرعون ونهر الليطاني الملوثة في قناة الري التي تعبر بلدتهم. احتجاجا على استمرار ضخ المياه الآثمة في قناة الري التي تعبر البلدة، نفذ أهالي القرعون في البقاع الغربي اعتصاما طالبوا خلاله المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بوقف ضخ مياه بحيرة القرعون ونهر الليطاني الملوثة في القناة. المعتصمون أكدوا أن الروائح الكريهة المنبعثة من القناة لم تعد تحتمل وبادت تسبب الأمراض السرطانية لأبنائهم، مطالبين الدولة بالتحرك من أجل معالجة هذه المشكلة. المنطقة كلها متضررة، هذا النهر كله ملوث، وأخواننا في كل البقاع الغربي على الأقل من آخر مخرج المرج إلى الآن يقولون لنا المعاناة واحدة، وحقنا أن نشم هواء نظيفا، على الأقل لا كهرباء ولا ماء ولا بلد ولا أمن ولا حتى الهواء بده يمنعونا إياه. نحن عم نسكر شبابيكم النيم، عم نختامي شباب، عم نهرب من بيوتا، ما عادش فينا نحمل، ما عادش والله ما عادش فينا نحمل الوضع اللي بدنا فيه، ريحة ريحة قاعدين نشرب جودة، ريحة مشارير بقلب البيت، احنا ولادنا 41 درجة حرارة، 3 ولاد عندي بالبيت. أهالي البلدة أمهلوا مصلحة الليطاني مدة 3 أيام لإغلاق القناة، وإلا فالتصعيد سيكون خيارهم الوحيد. في عكار اعتصام أمام مركز نفوس العبد للمطالبة بزيادة عدد الموظفين، والمعتصمون يلوحون بخطوات تصعيدية في حال لم تتم الاستجابة لمطلبهم.
أمام مركز نفوس العبد نفذ مخاتير منطقة القيتع في عكار اعتصاما للمطالبة بزيادة عدد الموظفين جراء التأخير في إنجاز المعاملات والوثائق. المعتصمون الذين تقدمهم رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار طالبوا بزيادة عدد الموظفين. أطالب بزيادة عدد الموظفين من أجل إنجاز المعاملات التي يعني خلال الموظفين اللي متعبين شوي، وعم بيصير عندنا مشاكل بالنسبة لتأجيل المعاملات لليوم الثاني والثالث والرابع والخامس. الصرخة اللي عم تصير هلا هي صرخة المختار، هي من صرخة المواطن. بعد ما الدولة مشكورة طلبت وزارة الشؤون أن من كل المواطنين يقدموا أخراجات عيد عائلة، وبتعرفوا بعكار هي أهل أم الفقر، هالعالم كلها بدها أخراجات عيد بوقت سريع جدا، ما في عدد موظفين كافي ليقدر يخلص هالمعاملات. عم يضطر المختار يدلوا هون من الصبح لعشية، مع أنه شغلته المختار يقدم الطلب وياخده، عم يضل من الصبح لعشية تيسر أمن المواطن، ما في عدد موظفين كافيين. ولوح المعتصمون بتصعيد كبير خلال الأيام المقبلة في حال لم يتم تلبية مطلبهم. افتتاح معرض سلاحف الفني في صيدا والذي سيستمر حتى 25 من آب الحالي. في خان الفرنش في صيدا افتتح الفنان غسان زرد معرضا فنيا بعنوان سلاحف الذي تنظمه مجموعة أشكال ألوان بالتعاون مع جاليري تنت والمركز الثقافي الفرنسي ومؤسسة الحريري، ويضم 75 مجسما. وقد استغرق فريق العمل المؤلف من 5 أشخاص مدة 6 أشهر لإنجاز المجسمات. الفكرة الأساسية بلشت بحلم، شفت منظر قطعة مبهمة كانت براسي، بس بلشنا نشتغل فيها شوي شوي، أخذت المنظر الموجود فيه اليوم، والناس كل ما يشوفوا القطعة يعطوها اسم زلحفة تورتل. ويستمر المعرض في صيدا حتى 25 من آب الجاري، ليستقر في نهاية أيلول في متحف خاص في جبال. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. لبنان يشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي لعلماء الغذاء في إيرلندا.